لو شفت مباريات النادي الاهلي المؤجله السنه اللي فاتت في الدوري بعد ما يلعب عدد من المباريات في مونديال الانديه او في دوري ابطال افريقيا هو بالظبط اللي احنا اتفرجنا عليه النهارده في مباراه الاهلي وطلع الجيش بنفس السيناريو بنفس كل حاجه. مباراه مؤجله عشان النادي الاهلي كان بيلعب في دوري ابطال افريقيا قدام الرجاء. النادي الاهلي بيلعب بنفس الطريقه بنفس الاخطاء بنفس النتيجه برده نفس التعادلات في مباريات الفوجة نظري بتحسم الدوري. مباراه الاهلي وطلع الجيش هي المباراه واحده من المباريات اللي اعتقد النادي الاهلي والفرق الكبيره بتحتاج انها تكسبها عشان دي مباريات لقب مش مباراه الزمالك المباشر او مباراه بيراميدز. في مباراه الزمالك 6 نقط في الموسم كله، مباراه بيراميدز 6 نقط في الموسم كله. اوكي انت خدت النقط من مباراتين قدام الزمالك وبيراميدز، لكن مباراه فرق المتوسط او فرق وسط الجدول وفرق مؤخره الجدول هي دي المباريات اللي بتحسم اللقب. النادي الاهلي السنه دي للسنه الثانيه على التوالي بيقدم نفس الشكل مع بيتسو موسيماني في الماتشات المؤجله بدون اي جديد بدون اي حاجه ممكن نقول حصل اختلاف من مباريات المؤجله بتاعت السنه اللي فاتت. النادي الاهلي بيفقد نقطتين في صراع الدوري وبيدي طبعا الامل الكبير لنادي الزمالك اللي كان ربما عنده مشكله بعد التعادل مع فاركو. النادي الاهلي بيقول لا خلاص عادي انت تعادلت مع فاركو انا بتعادل مع الجيش وما زال النادي الاهلي لسه عنده ماتشين مؤجلين اقل من نادي الزمالك، النادي الاهلي محتاجهم عشان يفرق عن نادي الزمالك بثلاث نقاط فقط. لكن السؤال هنا اللي الناس كلها بتساله، ليه اهلي الدوري مختلف عن اهلي افريقيا؟ ليه النادي الاهلي في المباريات المؤجله بيلعب فعلا بشكل سيء للغايه، الشكل سيء جدا 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 وكان الجهاز الفني وبيتس موسيماني ما تعلمش شيء من مباريات السنه اللي فاتت اللي اتحط فيها في نفس السيناريو. تفتكر نفس السيناريو ده حصل قدام الانتاج الحربي قدام الجونه قدام الاسماعيلي، نفس السيناريو بيتكرر تاني ونادي طلائع الجيش بينجح في ايقاف سلسله انتصارات النادي الاهلي عشان يرجع للصداره مره اخرى. طيب بيتسو موسيماني النهارده بدا المباراه بالاربعة 2 3 1 بكم تغيير في التشكيل بالدفع بحسام حسن في مركز المهاجم الصريح ومعاه مجدي قفشه بلاي ميكر ومفروض بيرسي تاو على الشمال وحسين الشحات على اليمين. الكابتن طلال العشري فاجئنا كلنا بصراحه في الشوط الاول، لعب بطريقه اقرب الى 4 3 3 ما قفلش ولعب اوبن جيم مع النادي الاهلي وبدا يضغط حتى النادي الاهلي. شفناه طلائع الجيش منذ بدايه المباراه بيضغط النادي الاهلي من عند محمد الشناوي اسلوب ربما يكون جديد غير معتاد على طرق لعب الكابتن طارق العشري قدام النادي الاهلي احنا متعودين عليها لما يلعب 5 4 1. هو اجلها للشوط الثاني. الشوط الاول نادي طلائع الجيش لعب جيم مفتوح قدام النادي الاهلي 4 3 3 وبيضغط وبيعمل هاي لاين ديفنس. طيب بعد مرور بالظبط 7 دقائق ببص في المباراه كده لقيت تغييره غريبه شويه. المفترض ان احنا متعودين لما الاهلي بيلعب 4 2 3 1 ده بيبقى مجدي قفشه ده المهاجم الصريح ده بيرسي تاو وده حسين الشحات. ببص فجأة كده لقيت ايه؟ لقيت ان ده حسام حسن وده بيرسي تاو وده مجدي قفشه وده حسين الشحات. قلت يمكن مرة عملوا شيفتنج كده عشان يلخبطوا دفاع الجيش، قلت اتابع لقيت ان الاربعة واقفين نفس الوقفة، لا يبقى هنا في اصرار وبالتالي ده يبقى تكتك. بمرور الوقت بدأنا نلاحظ ان النادي الاهلي رغم ان هو في بداية المباراة ولسه ولعبته بكامل لياقتها البدنية ما زال بيعتمد على ارسال الكرات الطولية عشان حسام حسن يطلع هنا اهو ينزل الكرة التانية على الارض فيلمها بيرسي تاو ويوزع لحسين او لمجدي قفشة. طبعا اكيد تكتيك زي ده الكابتن طارق العشري اول ما هيشوف النادي الاهلي بيلعبه هيقول اللهم بارك. ليه هو عايز كده اصلا؟ ده هو الكابتن طارق العشري لما بيلعب الاهلي او بيلعب الزمالك بيبقى عايزهم يلعبوا كرات طوليه عشان دي بتسهل على مدافعينه الطوال سواء محمد انور او الزناري ان هم ياخدوا الكره بسهوله. والنهارده احنا بنحاول المباراه لو حتى في فروقات فرديه يعني النادي الاهلي عنده مهارات، المهارات دي بتروح ليه؟ لان النهارده انا مش مهاري زيك وما عنديش الفوارق الفرديه اللي عندك وكمان انا الحاجه الوحيده اللي ممكن انافسك فيها هو التدخلات الثنائيه. فبالتالي هنا الكابتن طارق العشري فرح لما لقى النادي الاهلي بيلعب بالاسلوب ده
وفضل نادي طلاع الجيش حاطط اللاين ديفنس بتاعه قدام منطقه جزائه وقادر يحجم من هجمات النادي الاهلي. ايه الدليل على كلامي؟ ان الهجمه الوحيده الخطره للنادي الاهلي في الشوط الاول جت من خطا دفاعي من طلاع الجيش لما اللاعب خط الوسط رجع الكوره قصيره عشان يخطفها بيرسي تاو ويضيع فرصه غريبه جدا 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 من لاعب جنوب افريقيا اللي بيعيش واحده من أسوأ ايامه مع النادي الاهلي. ضيع فرصه غريبه بعد ما رقص محمد بسام حط كوره في الشباك الخارجيه بطريقه غريبه جدا، عيب انها تحصل من لاعب قادم من الدوري الانجليزي ضيع فرصه بالسهوله دي في الشوط الاول. ولكن الفرصه دي كانت هي الفرصه الوحيده الخطر، بخلاف الفرصه دي ما شفناش اي تهديد للنادي الاهلي على مرمى محمد بسام. وبالتالي ده معناه ايه؟ ده معناه ان التكتك المستخدم من قبل النادي الاهلي ومن قبل جهازه الفني في الشوط الاول لم يؤتي ثماره. ليه؟ لان الفرصه الوحيده اللي اتيحت ليك جت من غلطه من المنافس، ما جاتش من تكتك انت محضره. طيب كابتن الطريق العشري فاجئنا زي ما قلت لكم في ايه، في بدايه الشوط الاول لقينا لعيبه طلاع الجيش عماله تضغط على النادي الاهلي في نص ملعبه، مش مستنيين بقى زي ما شفنا في الشوط الثاني. لا، الكابتن الطريق العشري قال لك لا انا هحاول كده ايه اخاطر وابدا وافاجئ بوسيماني ان انا هضغطه من بدايه المباراه. وفعلا لعيبه طلائع الجيش وقدروا ان هم يمنعوا النادي الاهلي من الخروج بالكره في اوقات كتيره جدا. شفنا النادي الاهلي عاجز عن الخروج بالكره وبالتالي لجا للكرات الطوليه زي ما شرحت لكم اللي ما كانش ليها اي فايده وما لهاش اي نجاعه على مرمى محمد بسام. وفضلنا نتفرج على شوط ممل للغايه. مما زاد في ملل اداء النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي فعليا وانا بتابع تحركاتهم بدون كره تقريبا ممكن نديهم 2 من 10 في مباراه النهارده. 2 من 10 الفريق ما بيتحركش. يعني مثلا الكوره مع محمد عبد المنعم او مع ياسر ابراهيم، مفروض منظومه خط الوسط وكمان البلاي ميكر اللي هو النهارده شفته كتير قوي بيرسي تاو مش مجدي قفشه، اللعيبه دي المفروض تتحرك كتير وتاخد انظار لعيبه طلاع الجيش عشان يدوا اوبشنز تمرير لحامل الكوره. حامل الكوره النهارده الراجل ده عشان يطلع الكوره لقدام هيعمل ايه؟ طب ما لازم حد يظهر له. اللعيبه ما بتتحركش، اللعيبه فعليا لعيبه النادي الاهلي ما بتتحركش خالص. طب الريتم ده انت منتظر المنافس ايه الثغره اللي هيديها لك؟ ما بتتحركش. فلعيبه طلاع الجيش عملوا ما يشبه المان تو مان، وهما يعني مش قصدينها بصراحه، هما يعني وقوف لعيبه النادي الاهلي مخليه لعيبه طلاع الجيش يظهروا وكانهم بيلعبوا مان تو مان. هو ما بيلعبوش مان تو مان طبعا، ما حدش دلوقتي بيلعب، خلاص ما حدش بقى بيلعب في الكوره مان تو مان، لكن عشان انت واقف ما بتتحركش. فلعيبه طلاع الجيش كل واحد واقف في مكانه، فمدي الايحاء للمتفرج والمشاهد ان هما بيلعبوا مان تو مان. وبالتالي فكره الوصول وصول الكوره من الخلف ليه الامام كانت فكره فاشله تمام. مفيش حتى سكرينات، احنا كنا متعودين نقول ايه النهارده كان مجدي قفشه هوب ينزل يخطف معاه واحد عشان النهارده يفضي مساحه لبيرسي تاو عشان يطير علي معلول وحسين الشحات يخش جوه عشان محمد هاني يخش. كل ده احنا تاكتكس احنا بنتكلم عليها وتاكتكس معروفه في الكوره. الكلام ده ما بيحصلش في ماتشات الاهلي دلوقتي خالص او في الدوري. ماتشات الدوري بقت النادي الاهلي بقى منتظر وجهه نظر يعني ان هو يكسب 1-0 وانتهى الحوار والناس تروح واليوم يخلص. طيب ما الانديه الثانيه مش هتسيبك تعمل كده. شفنا النادي المصري قدر يخطف منك 3 نقاط، النهارده نادي طلائع الجيش بيقدر ان هو يعطلك وياخد منك تعادل. فواحده من النقاط السلبيه في مباريات النادي الاهلي تبقى مؤجله وتتلعب على طول بعد افريقيا ان اللعيبه مش عايز تبذل اي مجهود. يعني النهارده ما شفناش اي واجبات مكلف بيها اللعيبه. ان النهارده التكتك اللي الفريق كان بيلعب بيه ما حدش شايف اي حاجه. طيب الشوط الاول خلص على الشكل اللي انا شرحته لحضراتكم ده، ودخلنا اوضه اللبس. وطبعا طبيعي ان كله بيتوقع الشوط الثاني اللعيبه بقى عندها اندفاع اكبر. ليه؟ ان انت متعادل وعايز تكسب، واكيد طبعا هيحصل تدخلات فنيه من الجهاز الفني. شوط التهديف الكابتن طارق العشري فاهم ان لعيبته عملوا مجهود بدني كبير جدا جدا في ال 45 دقيقه الاولى لما عملوا موضوع الضغط. هو فعلا كان واضح ان التارجت بتاعه يعني يخلص الشوط وهو متعادل، واضح جدا. كابتن العشري عمل تغييره بسيطه في الشوط الثاني وبدا يلجا للتكتيك بتاعه بقى. بدا يقول ل
ولاعب من خط الوسط لو سمحت ارجع لي تالت في خط الدفاع، ولو سمحت يا جماعة ردوا الجناحات ترد عشان نعمل ستارتين ونسيب ونزل المهاجم النيجيري في الشوط الثاني فيكتوري كوحيد عشان يلعب ليه على الهجمات المرتده، لان هو عارف النادي الاهلي في الشوط الثاني هيبدا يضغط عصبيا، الجماهير في الملعب هتبدا تضغط على اللعيبه، وبالتالي النادي الاهلي هيبدا يندفع للهجوم، وبدا يبقى ده الشكل في الشوط الثاني. النادي الاهلي بيحاول على قد ما يقدر يطير الاثنين الفول باكس بتوعه ويخلي الاثنين مساكين بتوعه عند خط الوسط، وادي كانت التركايه اللي عند الكابتن طلع عشر، عايز يسيب فيكتوري لوحده هنا اهو عشان يرمي له كره طوليه، يستغل خطا من مدافع هوب ربما ممكن تجي له انفراد، وهنتكلم طبعا الانفراد اللي جه فيكتوري في نهايه المباراه. طيب النادي الاهلي على الناحيه الثانيه بيتسو موسيماني، عارفين ان هو مع بدايه الشوط الثاني ما بيعملش تغييرات، هو بيحب يفضل يعدي 10 دقائق او ربع ساعه لمين التغييرات. النادي الاهلي الشوط الثاني كان كل الفكره في ايه بقى؟ نزل مجدي قفشه لنص الملعب، خلاص طلعه من على الطرف وبدا ينزله لنص الملعب عشان يبدا يلعب الكرات الطوليه العكسيه للوينجات اللي طايره، وادى تعليمات لحسين الشحات يلعب على مشايف ضد الجزاء، وادى هنا اهو لبيرسي قبل ما يخرج وعلي معلول يطير، وبالتالي يلعب الكرات الطوليه. طبعا الكابتن عاشر كان متفهم ومتيقن للامر ده، عشان كده رص الخماسي الخلفي عشان يمنع حصول النادي الاهلي على الكرات الطوليه، حتى لو بتتلعب مش على بقى مشارف ضد الجزاء، لا بتتلعب على الطرف. يعني دي كانت واحده من النقط اللي كان واضح جدا بيتسو موسيماني قال للاعيبه في الشوط الثاني ما تلعبوش الكرات الطوليه في العمق، لا العبوها على الطرف عشان نحاول نباغت لعيبه طلاع الجيش بالكره العرضيه الثانيه. طبعا فكره لكن لم تجدي ثمارها، ليه؟ لان النادي الاهلي كان بيلعب هو مضغوط عصبيا، وكل ما الوقت بيمر كل ما الضغط العصبي بيزيد. مع حلول الدقيقه 60 عمل بيتسو موسيماني ثلاث تغييرات مع بعض، نزل طاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد شريف، خرج حسام حسن وخرج بيرسي تاو وخرج ياسر ابراهيم، وراح مرجع حمدي فتحي يلعب كمساك، وزي ما قلت لكم حط مجدي قفشه في الحته دي. طيب انا عملت التغييرات دي، انا المطلوب مني بالعقل كده، بالعقل الوقت بيروح مني والوقت بيعدي وانا متعادل ومش وانا اصلا والوقت معايا ما لعبتش كره على الارض، وانا معايا الوقت ما لعبتش كره على الارض، ونزلت صلاح محسن ومحمد شريف والاثنين مش يعني محمد شريف ربما هو يكون لعيب الهيدر، انا النهارده ضيعت 25 دقيقه في نهايه الشوط الثاني بعد ما عملت الثلاث تبديلات دول عشان تسنح لي فرصه وحيده فقط بتاعت مين؟ بتاعت صلاح محسن، او فرصتين الاثنين بتوع صلاح محسن. الفرصه اللي حطها برجله في الجبهه اليسرى لمحمد بسام، محمد بسام عمل تصدي اكثر من رائع في الدقيقه 72، والفرصه الاخيره كانت في الدقيقه 94 لما صلاح محسن نط وحط الكره بدماغه فوق المرمى. بس فرصتين للنادي الاهلي في اخر نص ساعه من المباراه وهو كمان محتاج الفوز. المشكله بكل بساطه عشان ما نعيدش ونزيد في الكلام، عشان نقول كلام بقى يعني نقول كلام له ثمنه، ان النادي الاهلي عمل نفس الستايل ده السنه اللي فاتت وبرضه وصل لنفس النتيجه. يبقى بالتالي القاعده بتقول لك لما انت تعمل نفس الاسلوب كذا مره ما يوصلكش النتيجه انت مجبر انك تغيره، مجبر انك تغيره. النادي الاهلي النهارده كان قاب قوسين او ادنى انه يخسر المباراه الثانيه على التوالي بعد مباراه المصري. ليه؟ زي ما قلت لكم الكره الوحيده اللي كان بيلعب عليها الكابتن العشري سنحت له في الدقائق الاخيره لما فيكتوري سرق دفاع النادي الاهلي وكسر مسار التسلل، لكن واضح ان هو يعني مش مهاجم كلاس ايه او حتى كلاس بي، يعني رقص محمد الشناوي طريقة عادية، لكن شاط الكوره طبعا يعني بشكل اشبه كده باللي شاطه بيرسي تاو، ضيع فرصه كان ممكن طلع الجيش يجيب الهدف اللي هو كان بيصبو اليه الكابتن طارق عاشي من التكتيك الوحيد اللي لعب عليه، وده حاجه تحسب له بصراحه حتى لو حصلت مره واحده، لكن هو بامكانياته بالقدرات الفرديه اللي عنده اللي على قده اللي خطط له وصل له.
هو وصل له مره واحده بس، هو ما بيلعبش نادي قليل، هو بيلعب نادي الاهلي. وبالتالي الكابتن طارق العشري اجاد في كل حاجه، سواء الشوط الاول او الشوط الثاني. الشوط الاول مشاه زي ما هو عايز، وطبعا بيتسو موسيماني ساعده. الشوط الثاني وصل اللي هو عايزه بنفس الطريقه اللي عملها قبل كده كتير مع النادي الاهلي. وبالتالي نقف هنا ونجاوب بقى على السؤال اللي بيدور في اذهان حضراتكم واذهان ناس كتيره من محبي النادي الاهلي. ايه اللي اختلف السنه دي عشان نقدر نقول النادي الاهلي ما يمرش بنفس السيناريو اللي مر بيه السنه اللي فاتت في الماتشات المؤجله؟ وجهه نظري الشخصيه، الحاجه الوحيده اللي بيتسو موسيماني السنه دي عدلها وجابت له نتيجه مع بدايه الموسم وحققت له عدد من الانتصارات، لما لعب بطريقه 3 4 3. لما بيتسو موسيماني غير طريقه اللعب للطريقه دي، دي الحاجه الوحيده اللي خلت النادي الاهلي فعلا اداؤه يختلف. الطريقه اللي كسبته قدام الزمالك 5، الطريقه اللي امنت له الشوط الثاني قدام بيراميدز كان كسبان 1، لما غير الطريقه ل 3 4 3 امنتها له خلت له المكسب 3. دي الحاجه الوحيده، التغيير الوحيد اللي عمله بيتسو موسيماني السنه دي في اداء النادي الاهلي في الدوري عن اداء السنه اللي فاتت. النادي الاهلي اهو، انا بقولها لكم بكل امان، النادي الاهلي لو فضل يمشي بنفس الستايل ده بال 4 2 3 1 ويلعب قدام فرق الوسط في الجدول هيوصل لما يشبه نفس النتيجه، او ممكن يخسر. دول النتيجتين الاقرب، تتعادل او تخسر، مش تكسب. ليه؟ لان الفرقه دي حافظاك، وده الفرق ما بين اهلي الدوري واهلي افريقيا. اهلي افريقيا لا، انت بتلعب فرق توب في بلادها. فالفرق التوب في بلادها دي ليها سيستم لعب عمرهم ما يتخلوا عنه. فبالتالي الموضوع يعني بيقولوا ايه زي كده مثلا فرنساوي، تتتت، راس براس. انا مش هدافع ليه؟ انا النهارده اسم كبير في بلدي. الرجاء مش هيدافع، وفاق سطيف مش هيدافع 90 دقيقه، الترجي ما يدافعش، الوداد ما يدافعش. الفرق دي فرق ابطال في بلادها، ما يلعبوش بالسيستم ده. هنا في مصر لا، فرق الوسط وفرق مؤخره الجدول بيلعبوا معاك بتاكتكس متنوعه، بس غرضها الاساسي انا مش هاجم، او مش هاجم كتير، ممكن هاجم 10 دقائق ربع ساعه، لكن مش هاجم 90 دقيقه، مش هفتح ملعبي، مش نوك اوت رايح جاي. فحسابات الدوري غير حسابات دوري ابطال افريقيا اللي النادي الاهلي ماشي فيها بشكل كويس للموسم التالت على التوالي. فبالتالي عشان يعني يقول لك ايه، انه يعني كلمه ابرك من 10، الحاجه الوحيده اللي جابت نتيجه مع النادي الاهلي السنه دي لما لعب بطريقه 3 4 3. ليه؟ طريقه 3 4 3 اديته تامين دفاعي في الخلف، الثلاثه واقفين خصوصا لما بيحط ايمن اشرف ورا علي معلول، فبالتالي بيحرر علي معلول، وكمان هنا بيتحط مدافع، هنا محمد هاني بيتحرر، وبتحط هنا في خط الوسط اثنين لعيبه، وبتحط الثلاث لعيبه زي ما انت عايز قدام. عايز تلعب بفولس ناين انت حر، عايز تلعب بمهاجم صريح انت حر. بس الطريقه دي عدد المحاولات الهجوميه اللي بتتاح للنادي الاهلي وهو بيلعبها اكتر بكتير من عدد المحاولات الهجوميه تتاح له لما بيلعب 4 2 1. كل امان، النادي الاهلي مش هيبقى عنده فرصه ان هو يكسب الماتشات دي الا لما يلعب الطريقه دي. الطريقه دي هتبقى مزعجه للمنافسين. غير كده زي ما قلت لكم، لو النادي الاهلي فضل يلعب بنفس الاسلوب بتاع السنه اللي فاتت في نفس السيناريو بتاع المباريات المؤجله، هنوصل لنفس النتيجه. ليه؟ ان انت ما غيرتش. اكيد هنبارك للكابتن طارق العشري حصوله على نقطه مستحقه جدا، كان ممكن يبقوا 3 نقاط لو كان فيكتوري جاب الكره الاخيره في المباراه. طبعا هم وشفنا الفرحه العارمه اللي كانت عند لعيبه طلاع الجيش والجهاز الفني في نهايه المباراه، ويوضح ان ده التارجت بتاعهم، ان انا كنت مش عايز اخسر قدام النادي الاهلي. هنقول طبعا هارد لك للنادي الاهلي النهارده حصوله بس على نقطه في صراع المقدمه. ربما طبعا بيراميدز خسر من سيراميكا كليوباترا، والنهارده اليوم النتائج بتاعته مميزه لنادي الزمالك المنافس، النهارده بيحافظ على صدارته للدوري، وكمان بينتظر كمان يعني لو سيراميكا كليوباترا يديله هديه يوم السبت. فبالتالي النادي الاهلي اكيد النهارده جرس انذار مبكر ليه
فقدان 5 نقاط في اخر مباراتين اكيد لو النادي الاهلي حابب يكسب الدوري ما ينفعش يمشي بالريتم ده ولازم يحصل تغييرات وتبديلات في اول حاجه في تكتيك والفورميشن بتاع اللعب وتاني حاجه ايه الاسماء المستخدمه واللي في وجهه نظري اعتقد ان بيرسي تاو محتاج بعض الراحه لان خلاص نفسيا ومعنويا بقى فيه فجوه ما بينه وما بين جماهير النادي الاهلي. شكرا جزيلا ليكم، كنت معاكم كريم سعيد.